سميت عمان، وخريطة عمان اليوم في الحقيقة هي أصغر ما تكون عليه في التاريخ، يعني أرض الجغرافية العمانية اليوم هي تقريبا الأصغر في تاريخنا، وإن كانت مرت ببعض الفترات تقلصت لتصبح الشمال فقط. فعمان التي سنعنيها في تاريخنا هذا والذي سنمضي فيه خلال هذه الفترة هي تلكم الأرض التي تمتد من الشحر، والشحر في بلاد اليمن، حتى البحرين اليوم. هذه عمان القديمة. فعمان لها حدود البحرين، فمن يصفها الجغرافيون الإسلاميين يقول عمان تمتد من الشحر جنوبا إلى صحراء بينون شمالا. هذه المنطقة الجغرافية التي سنتحدث عنها. وطبعا تكبر هذه المنطقة عندما تقوى فيها الحكومة، فحكومة الحكومات التي مرت عندما تقوى لا تكتفي بهذه الرقعة، وإنما تزيدها حتى تحتل أراضي من إيران اليوم، وعندما تضعف يصبح العكس، يحتل أجزاء من عمان.